السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبابي أبناء طلاب الصف الثالث، أسعد الله صباحكم بكل خير. درس جديد من دروس الرياضيات، ودرس اليوم بعنوان قياس الطول باستخدام المتر السنتي متر. هيا بنا معا يا أحباب نتعلم وحدتي قياس للطول، وهما الطول بالمتر والطول بالسنتيمتر. بيستخدم الطول بالمتر لقياس الأشياء المتوسطة الطول، أما السنتيمتر بيستخدم للأشياء التي الصغيرة أو القصيرة الطول. في هنا كنا الأول بنستخدم وحدات غير مقننة زي الدبوس أو الصباع لقياس بعض الأطوال. هنبدأ اليوم نتعلم استخدام الوحدات المقننة اللي هي المتر والسنتيمتر. عندي أحباب المسطرة، مسطرة القياس اللي احنا بنقيس بيها، اللي احنا بنستخدمها في الأدوات الهندسية، طولها 10 سنتي. طولها 10 سنتي. لو أنا استخدمت أحباب 10 مساطر، يعني وضعت 10 مساطر جنب بعض، لما أجي أجمعهم 10 زائد 10 زائد 10 زائد 10 عفواً، هتلاقي إن هم طولهم 100 سنتي. العشر مساطر دول يا أحباب بيكونوا لي 1 متر، بيكونوا 1 متر. يبقى نعرف دلوقتي إن المتر بيساوي 100 سنتي متر. المتر 1 متر بيساوي 100 سنتي متر. طيب نبدأ مع بعض ناخد بعض الأمثلة إزاي أقيس من خلال المسطرة. عندي هنا طبعا من أول صفر لحد واحد اللي هم العشر شخطات صغار دول اسمهم سنتي واحد، هذا سنتي متر، هذا 2 3 4 5 وهكذا. لو انت خدت بالك هنا عرض الاصبع بتاعك عرضه تقريبا سنتي، يعني لو انت حطيت صباعك على المسطره تقريبا العرض بتاع الصابع 1 سنتي. عايزين هنا بيقول لي تعلم اكتب الطول، ومديني هنا مسمار وبيقول لي طول المسمار ده كام. لو احنا وضعنا المسمار ده على المسطره مدرجه هنلاقي ان طوله بيبدأ، نحط اول المسمار على الصفر ونبدأ نشوف اخر المسمار واقف عند العدد كام. واقف عند العدد 5، يبقى طول المسمار هنا يا احباب طوله 5 سنتي. طوله كام يا احباب؟ 5 سنتي. طيب تعال هنا للبنسة هذه، عايزين نشوف البنسة هذه او المشبك الشعر هذا طوله كام سنتي. طبعا بنبدأ نقيسه بالمسطرة المدرجة، بيبدأ من صفر 1 2 3 4 5 6، يبقى انتهت عند العدد 6، يبقى طول البنسة أو مشبك الشعر هذا 6 سنتي متر. ننتقل مع بعض يا أحباب للسؤال الأول في تمارين الكتاب المدرسي. هنا وضع الكتاب مدرسي ووضع لي بعض الأدوات المستخدمة في القياس، ودي وحدات غير مقننة، هنا دبوس وهنا صباع اليد وهنا الشبر. هنا الكتاب تقريبا لو أنا جبت دبوس وبدأت أقيس طول الكتاب هنا يطلع كم دبوس من هذا؟ بالتقريب ممكن يطلع 15 أو أكثر أو أقل حسب ما تبدأ تقيس أنت. طيب لو انا بستخدم صباعي ان انا ابدا اقيس الطول هذا من خلال الصباع، طبعا احنا قلنا ان الصباع سنتي، لو انا بدات اقيس ممكن تقريبا يطلع 25 سنتي او 30 سنتي. طيب لو انا بقيس بالشبر، طبعا بيختلف شبر الرجل الكبير من شبر الطفل الصغير من شبر الشاب، طبعا حسب الشبر هنا ممكن باستخدام شبرك انت في المرحله دي يطلع 2. برضو هنبدأ نقيس بنفس الأدوات هذه على القلم، القلم هذا ممكن يطلع كام دبوس؟ لو احنا بنقيسه يطلع ممكن 8. لو انا بستخدم الصباع يطلع تقريبا 11.
لو انا بستخدم الشبر تقريبا بيدك انت الصغير هذه ممكن يطلع شبر واحد. ننتقل الى السؤال التالي، بيقول لي حوط الإجابة الأنسب كم خرزة تستخدم لقياس طول الحبل تقريبا. أنا عندي هنا خرزة واحدة، هي لو أنا قررت الخرزة هذه، الخرزة اللي موجودة دي، لو أنا قررتها بحيث أن أنا أستخدم الحبل كله، كم خرزة حيتم وضعها على الحبل هذا؟ 8 ولا 4 ولا 2؟ طبعا لو حطيت 2 يبقى صغير، لو حطيت 4 ممكن يبقى آخرهم هنا، أما الإجابة يبقى 8 خرزات تقريبا، يبقى عشان أقيس الطول ده طوله 8 خرزات. السؤال الثاني بيقول لي استخدم المسطرة لقياس طول كل مما يلي. القلم ده هنجيب مسطرة مدرجة ونحط القلم المسطرة على القلم ونبدأ نقيس. طبعا هيختلف من قلم لقلم حسب طول القلم. القلم ده هيتم قياسه 15 سنتيمتر، فرشة الأسنان 20 سنتيمتر، علبة الكلينكس تقريبا 25 سنتيمتر بعد من قسه بالمسطرة. طبعا انت عندك مسطرة مدرجة، هتبدأ تجيب القلم وتجيب فرشة الأسنان وتجيب علبة الكلينكس وتبدأ تقسم على المسطرة المدرجة وشوف هل هي نفس الأطوال هذه ولا عندك مختلفة. طبعا بتختلف من قلم لقلم أو من فرشة أسنان لفرشة أسنان، في فرشات بتبقى كبيرة وفي فرشات صغيرة حق الأطفال وهكذا. ننتقل للسؤال التالي، بيقول لي أكمل مستعينا بالشكل. هنا مديني بعض الخطوط، خط باللون الأخضر، خط باللون الأصفر، خط باللون الأزرق، خط باللون الأحمر، وبعدين حطت لي بعض الأسئلة. بيقول لي طول الخط الأخضر، الخط الأخضر أنا هبدأ ال 21، هو بدأ من عند ال 21، يبقى بنتخيل أن ال 21 ده الصفر، وأبدأ أشوف طوله كام. أدي صفر، ها مش كام خطوة، أدي واحد، ها اتنين، يبقى طوله 2 سنتي. طيب طول الخط البرتقالي نبدأ برضو من هنا من عند ال 21 اللي أنا أعتبرها صفر، وأبدأ أعد لحد ما أوصل إلى نهاية الخط البرتقالي، ها واحد اتنين تلاتة أربعة، يبقى عندي الخط البرتقالي 4 سنتيمتر. طول الخط الأزرق بنفس الطريقة، ها واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة تمانية، يبقى طوله 8 سنتي. وأخيرا طول الخط الأحمر بنفس الطريقة هنقيس، ها واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة احدى عشر اثنى عشر ثلاثة عشر أربعة عشر، يبقى طوله 14 سنتيمتر. الخط البرتقالي أطول من الخط، الخط البرتقالي أطول من الخط الإيه؟ أحسنت يا بطل، أطول من الخط الأخضر. أما الخط الأزرق أقصر من الخط مين؟ أقصر من الخط الأحمر. كم خطا أخضر تستخدم لتحصل على خط طوله يساوي طول الخط البرتقالي؟ يعني أنا لو جبت الخط الأخضر محتاج منه كم واحد عشان يبقى نفس طول الخط البرتقالي؟ أيوة محتاج 2. أحسنت يا بطل. كم خطا أخضر تستخدم لتحصل على خط طوله يساوي طول الخط الأزرق؟ لو أنا عايز أكرر الخط الأخضر لحد ما أسوي طول يكافئ الخط الأزرق، طبعا أدي واحد، نمشي اتنينات، أدي اتنين تلاتة أربعة، يبقى محتاج 4 خطوط لونها أخضر. كم خطا أخضر وكم خطا برتقالي لتستخدم على خط طوله يساوي طول الخط الأزرق؟ أحمر وبرتقالي، طبعا ممكن أستخدم واحد برتقالي واثنين أخضر، أو اثنين برتقالي أو أربعة أخضر. ننتقل إلى السؤال التالي، بيقول لي اختر أفضل وحدة قياس مترية لقياس الأبعاد الحقيقية. طبعا الباب بنقيسه بالمتر لأن الطول بتاعه طول متوسط، أما الشجرة برضو بالمتر. طول الشمعة طبعا ما ينفعش أقيسها بالمتر، بقيسها بالسنتي. احنا قلنا
واتفقنا ان المتر كم سنتي يا احباب؟ احسنت يا بطل، 100 سنتي. طيب يبقى ما يبقى عندي 2 متر يعني 100 و100 يصيرون 200 سنتيمتر. طب لو عندي 3 متر يبقى 100 و100 و100، بضرب الثلاثة في 100 يبقى 300، يبقى بضرب اللي عندي العدد هذا بضربه في 100 اجيب عدد السنتيمتر المكون ليه. يبقى ال 5 متر فيهم كم سنتي؟ اضرب ال 5 في 100، ال 5 في 100 ب 500، يبقى 500 سنتيمتر. 500 سنتيمتر. عايزين نعمل عملية عكسية، لو عنده 400 سنتيمتر يبقى كم متر؟ طبعا بقسم على 100 او بقسمهم مئات، ال 400 100 و100 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 يبقى 400، يبقى 4 متر. بنفس الطريقة ال 800 سنتي 8 متر، وال 1000 سنتي 10 متر. أيهما أطول، قطعة قماش طولها 87 سنتي أو قطعة قماش طولها متر؟ أحسنت يا بطل، طبعا قطعة القماش اللي طولها متر، لأن المتر 100 سنتي وال 100 أكبر من ال 87. السؤال هذا يكون انتهت أسئلتنا اليوم. مشكورين ونلتقي مجددا في درس قادم إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.